إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم يخوض المحامون بناء على قرار فيدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب على الصعيد الوطني شكلا نضاليا تمثل في إزالة اللياقة البيضاء من بدل المحامون للاحتجاج وللتنبيه وللإشارة على أن مجموعة من الأمور التي تحيط بعدالتنا هي ليست بخير، وأن ما يعتمل داخل الساحة ساحة العدالة وساحة المنظومة منظومة العدالة وبمختلف أجسام العدالة الأمور ليست بخير. الفساد أضحى مستشريا مجموعة من الظواهر السلبية أضحينا نسجلها، وجاءت هذه الشكل النضالي اليوم في إشارة إلى أننا كجسم مهني للمحامين نوجه عناية المسؤولين الوطنيين إلى هذا الوضع الكارثي الذي أضحت تعيشه المحاكم. على المسؤولين يستجيبون ولو بمبادرات تكون مستعجلة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. طبعا المكتب الفيدرالي لفيدرالية اتحادات وجمعيات المحامين الشباب على المستوى الوطني اجتمع والتأم في ضيافة كريمة لجمعية المحامين بهيئة الدار البيضاء، واتخذ مجموعة من القرارات. في بدايتها سنقوم بإزالة اللياقة البيضاء، ثم سيعقب بعد ذلك شكل نضالي آخر في الأسبوع القادم، وتحديدا يوم الخميس سنقوم فيه بارتداء كمامات موحدة تحمل رموزا ورسوما أيضا تشير على أن وضعية العدالة ببلادنا ليست كما يراد لها وليست كما نتمناها، وهي أن تكون توفر العدل والمساواة والحريات والحقوق لجميع المواطنين على قدم المساواة. أيضا سيعقب ذلك بعد أسبوع ارتداء الكمامات سنكون أمام شكل نضالي آخر، ويتمثل في تنظيم مجموعة من الوقفات في مجموعة من المحاكم الوطنية، ستعقبها بعد ذلك وقفة موحدة ثم ملتقى وطني للمحامين الشباب على المستوى الوطني لاتخاذ مجموعة من القرارات التي قد تكون تصعيدية إذا ما لمس مكتب فيدرالية المحامين الشباب على أنه ليست هناك استجابة لهذه المطالب البسيطة والمتمثلة في إحقاق العدل ومحاربة الظواهر المشينة من فساد ورشوة واحتكار وما إلى ذلك. وشكرا لجميع المنابر الصحفية، وشكرا لكم على هذه التغطية، ونتمنى أن تكون عدالتنا بخير وفي مستوى الأفق الذي نتمناه لها، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.